فيديو اليوم بدي احكي لكم قصص المتابعين. اذا حابب نحكي قصتك هي حساب الانستغرام طلع قدامكم، ابعثوا لي قصصكم عليه. مرحبا يا جماعه، معكم سلامة في فيديو جديد. واخيرا يا اخوان راح اعمل قصص المتابعين، اخر فيديو من هاي السلسله قبل شهر، والله زمان كثير. ابعثوا لي قصص كثير لاني راجع التزم بهاي السلسله. وقبل ما ابلش اعملوا سبسكرايب، خلينا نوصل 20,000 قبل نهايه السنه. بنقدر نوصل 20,000؟ بنقدر بدعمكم. اللي مش عامل اشتراك يشترك، واللي مشترك يشير القناه لاصحابه. صلوا على النبي يا جماعه، ويلا خلينا نبلش. وزي ما اتفقنا هذول القصص صاروا مع المتابعين ما صاروا معي انا، فانا بدي احكيهم صيغه انه صارت معي عشان يطلعوا القصص احلى. القصه الاولى صارت مع اخوي وهو بيشتغل ويتر فندق. المهم خلينا نبلش. كنت بالدوام واقف بأمان الله زي أي يوم طبيعي، ولا تيجي علي مرأة أجنبية بتنادي علي هلب سير هلب سير هلب هلب بليز هلب. أنا رحت ركاض عليها بقولها واي إيش في إيش في، ولا بتحكي لي كم سير كم سير. رحت معها يا إخوان، ولا بلاقي جوزها اللي عمره 90 سنة ماسك خبز عليها زبدة، كان فاتح عيونه وراسه لورا يعني كان مغيب. أنا هون يا جماعة خف عقلي، رحت عليه بصحي فيه بقول له إكسكيوز مي سير إكسكيوز مي، اصحى يا زلمة اصحى مشان الله. بقول له مشان الله يا زلمة تموتش، وعلى الفاضي ما صحي. رحت على مدير المطعم ركاض عشان أحكي له شو صار وهو يتصرف. رحت عليه ولا كان واقف جوا عند الثلاجة مع مفتش السلامة والصحة المهنية، وكانوا يا جماعة داقين ببعض لأنه مش حاطين تاريخ انتهاء على العصير. المفتشة كانت تحكي له ليش ما في تاريخ انتهاء على العصير، وهو بحكي لها والله كان في هون بس أبصر كيف انمسح وكان يتحجج. والمدير ما صدق على الله وأنا أجي عشان يخلص منها. بحكي له معلم في واحد مغيب أو شكله مات. صفن فيه بحكي لي جد، بقول له آه والله. صار يتطلع على المفتشة وضحك نص ضحكة هيك ضحكة خبيثة إنه خاو راح أخلص منك ومن تاريخ الانتهاء تبع العصير تبعك. فحكى لها يلا خلينا نروح نشوف إيش فيه، وهو من جوا كان مبسوط يا إخوان لأنه خلص من قصة العصير. المهم رحنا على الزلم اللي مغيب ولا ميت ولا ابصر شماله، قعدنا كلنا نصحي فيه وعلى الفاضي ما صحي. الزلمه شكله ميت مش راضي يصحى. اجوا كل مدراء الفندق وكانوا خايفين انه يكون جد ميت، فرحت انا المنقذ يا جماعه، جبت قطعه نابكن وعبيت عليها مي وقعدت ارش على وجهه. اكسكيوز مي سير قوم بارض النور قوم. واخيرا هون صحي ومع وصول الدفاع المدني بلش يصحصح، ويا حرام مرته اللي عمرها 70 سنه كانت ميته من الرعب عليه، وانبسطت كثير لما صحي. المهم الزلمه قام ومش مع الدفاع المدني، انا كنت بتطلع عليه يا زلمه احا، وهو بمشي كان بطلون لونه اخضر، بس لما وقف صار هيك بالنص عند رجليه في لون اسود. صرت اطلع على مساعد مدير الفندق، كان بوشوش المدير انه كيف عملها على حاله. الزلمه يا اخوان طلع شاخه حاله وهو مغيب، وهون راح الزبون مع الدفاع المدني والحمد لله على سلامته. هسه وقت ايش بدنا نعمل بالطاوله اللي اكلت هواء من ورا اللي صار؟ والله وحملت الكرسي واخذته على اللي قاعد بجلي جوا، حكيت له بعثوني عليك عشان تنظف الكرسي هذا لانه في واحد عملها عليه، ولا هو هون بحكي لي احا ايش في ليش عملها عليه؟ فهمته ايش اللي صار بس فهمته انه الزبون مات، عشان نعمل هيك دراما بالشغل لانه والله كنا زهقانين قرفانين حالنا بالشغل، فعملنا اجواء وهو صدق انه مات. المهم اجيت دوام ثاني يوم على الساعه 8، دخلت على المطعم واللي بلاقي نفس الزلمه اللي كان مغيب قاعد على نفس الكرسي اللي غيب عليه وما تاب. انا مش فاهم ليش رجع قاعد على نفس الكرسي يا زلمه، غير شنصك اقعد على طاوله ثانيه او ما تقعدش اليوم اصلا. هون خف عقلي ورحت ركاض على اللي كان بجلي، فحكيت له شفت اللي مات امبارح؟ بقول لي اه ماله، بقول له هو مات بس عايش. هون يا جماعه هو ما سكت من الضحك. بعدين اجى مدير الفندق وشاف الزلم اللي كان مغيب برضه قاعد نفس المكان، فانصدم ظل صافن فيه وكان خايف عليه انه يرجع يموت مره ثانيه. وبحكي لي اخوي لو بدكم قصص ثانيه بالفندق اكتبوا لي بالتعليقات لانه في عنده كثير قصص. وهسه خليني احكي لكم القصه الثانيه. بلشت القصة لما كنت بصف السابع، كنت مدرسة حكومية، كنت يا اخوان اكره المدير والاساتذة، وكنت كمان ضايف حساب المدرسة عندي على الفيس عشان اشوف ايش بينزلوا زي هيك. فكنت مرة قاعد انا وابن عمي وكنا فاتحين على صفحة المدرسة، فقلت له لو انك زلمة بتسب على المدرسة. صار يحكي لي طيب ماشي هسه بحط فيسك وانت سب عليهم. قلت له ماشي. بعدين انا سرحت وابن عمي صار يكبس على التلفون، فانا وانا سرحان بقول لي ابن عمي خذ اكتب، فانا راح عن بالي انه قال لي بدي فوت على فيسي، فرحت علقت والطقاعة بهيك مدرسة وقعدت اسب على الاساتذة. فرحت دومت ثاني يوم ومدير المدرسة ما حكى معي شيء، مع انه شاف التعليق وحذفه والمدير اصلا بيعرفني بس ما حكى معي اي شيء. هسه انا عندي 5 اولاد عم بالمدرسه، فراح واحد منهم معلق على صفحه المدير وسب عليه، فراح مدير المدرسه جاب ابن عمي وكان بده يضرب، فكان في صاحب جوز اختي استاذ بالمدرسه، فحكى للمدير خلص لا تضربه بس اعطيه انذار هو ولا ابن عمه واستدعاء ولي امر. فلما روحنا قلنا بدناش نحكي لاهالينا بلاش ناكل هوا، رحنا مزعنا الانذارات ورميناهم بالحاويه، وثاني يوم لما داومنا ما جبنا اهالينا معنا، تمام؟ فالمدير حكى لنا اذا بكره ما جبتوا اهاليكم معكم ما تدخلوا علي على المدرسه مره ثانيه. فراح صاحب جوز اختي على ابن عمي وقال له اعطيني رقم ابوك، فابن عمي الغبي طيب. فحكى لعمي وعمي حكى لابوي وتجمعوا علينا هم الاثنين وضربونا مع بعض. وهسه يا اخوان خلينا نحكي لكم القصه الثالثه. انا وصاحبي دائما لما بدنا نروح على الدكان بنادي بعض ونروح مع بعض. فبيوم من الايام الدكان اللي عندنا كانت مسكره وصاحبي قال لي خلينا نروح على دكان ثاني. رحت معه يا اخوان وكان معنا صاحبنا الثالث، فقال لي صاحبي تيجي معي من طريق مختصره. قلت له ماشي، والطريق المختصره هاي لازم تفوت من كراج بيته وتنط من السور. فمرقوا اصحابي كلهم نطوا من السور واجا دوري، وصاحبي يا جماعه كان مسحه كثير ثقيل، فراح رمى علي عصاي وانا قاعد بتشابط على السور، وانا يا اخوان كنت راح اوقع، فرحت مسكت حجر ووقع مني الحجر وظلت طالع انا. ولما وقع الحجر هي مش حجر كانت طوبه كبيره، فلما وقعت طلعت صوت كثير قوي، بس طنشت فكرت وقع على بلاد
بلاستيك او طشط او اي شيء، فضلنا مكملين طريقنا. فواحنا راجعين يا اخوان رجعنا نطلع من نفس السور، ولا صاحبي صار يصرخ ويحكي في سياره مكسره. صرنا نصرخ يا جماعه ومتنا من الخوف. فكان في واحد مارق هيك، انا كنت متهاوش معه، فصار يطلع علي ويقول لي والله عيب عليكم اللي بتسووه، بتكسروا سيارات الناس. فطلع علينا الشيخ مش عارف من وين طلع، رن على صاحب السياره. انا واصحابي يا جماعه هون قلبنا على سيرفر ليبيا. اجى الزلمه صار يسالنا واحد واحد شفتوا مين اللي كسرها؟ صاحبي قال له لا. لما اجى يسالني انا متت من الخوف، فصرت اشر يا اخوان على الولد اللي مرق وكنت متهاوش معه، كان بعيد شوي، فصرت اشر عليه. ولما اشرت عليه الولد هرب، وصار يقول انه انا بتبلى عليه وانه انا اللي كسرتها، واهله صاروا يشهدوا معه انه هم شافوني وانا بكسرها، والزلمه اللي انكسرت سيارته كان بده ينادي الشرطه. انا صرت عيط يا اخوان وقلت له عمو خلص مشان الله بعطيك مصروفي، لا تشتكي للشرطه، خلص بعطيك مصروفي. ومصروفي وقتها يا اخوان كان نص ليره، والسياره اللي قزازها مكسور كانت سياره بام حديث وكانت كثير غاليه. فصرت انا اصيح، والزلمه لما عرف انه انا كركي سامحني لانه هو برضه كركي، يعني الشغله صارت وصلت، وبحكي لي بتمنى تحكي اسم اصحابي اللي وقفوا معي واقنعوا الزلمه يسامحني. اسم اصحابه يا اخوان باسل وكرم. وهسه خلينا احكي لكم القصه الرابعه. الشاب هذا يا اخوان عايش في فلسطين، وزي ما بتعرف اوضاع الجيش وزي هيك. المهم احكي لكم القصه. المدرسه اللي انا فيها كانت قريبه على معسكر الجيش، يعني 100 متر ونوصل على معسكر الجيش، وانا كنت صف اول وكان في تحتينا مدرسه ثانويه، وكان الاولاد الكبار اللي بالمدرسه الثانويه اول ما يروحوا على معسكر الجيش يرموا عليه حجار، وكان المعسكر على الجبل والاولاد تحت الجبل يعني من هون، فكان لما يرموا الحجار ما كانت توصل او كانت توصل خفيف، وهم بصيروا يصرخوا لما يرموا عليهم حجار وزي هيك. المهم بيوم من الايام كان في امتحانات للطلاب الكبار اللي من الصف الخامس للتاسع، انا كنت صف اول يعني صغير، فكنت انا اخذ ثلاث حصص يروح وهم يقدموا الامتحان ويروحوا. فنزلوا الجيش ووقفوا عند باب المدرسة، وولاد مدرستي الثانوية صاروا يرموا عليهم حجار، كانوا هم بآخر الطلعة والجيش بأولها كانوا عند مدرسة الجيش. وعندي بالمدرسة كان في سور وشبك وكان في فتحة بيناتهم، فأنا زي الغبي رحت مديت راسي من هاي الفتحة وصرت أطلع على الجيش، والأساتذة صاروا ينادوا علي وخف عقلهم، أنا ما كنتش فاهم إشي، فأخذوني فوتوني على الصف. كان وقتها ترويحة وكل الطلاب مروحين وأنا كنت الوحيد المتأخر، فلما رجعوني على الصف كنت قاعد لحالي بالصف، فتنحت بدي أروح، يا بتروحوني يا بطلع بطلع على الجيش. فحكوا لي هذول إذا مسكوك يا بقتلوك يا بطعموك قتله. تظلت عيط شهر من وراهم. انا وقتها يا جماعه هون خف عقلي وقلت حبيبي والله، وظليت قاعد وساكت، واخر شيء اجى علي اخوي وروحني. وهسه يا جماعه خلينا احكي لكم القصه الخامسه. كنت زمان انا واخوي مفلسين وكنا عايفين حالنا، فقلت لاخوي اسمع خلينا نسوي قناه على اليوتيوب ونصير مشاهير ومعنا مصاري. رد علي اخوي وقال لي اذا مشبت تهبل، وبعد اقناع يا اخوان لمده دقيقتين اقتنع وقال لي خلينا نسوي قناه. ماشي اخوي قال لي شو المحتوى؟ حكيت لاخوي خلص ماشي بفكر بالموضوع وبحكي لك ايش هو المحتوى. وبعد تفكير طويل يا اخوان لقيت فكره قناه، ولما لقيت الفكره رحت عند اخوي ركض بقول له لقيت فكره قناه، قلت له المحتوى اللي بدنا نسويه محتوى رعب، مثلا نروح عند بيت مسكون او مهجور ونصير نضحك على المتابعين انه في جن. وسوينا القناه يا جماعه وسميناها البحث عن الجن، سوينا فيديوهات كثير وما صار معنا ايش، يعني كنا نفوت على البيوت والبيوت كانت مهجوره وكانت بتخوف والناس كانوا يتفاعلوا معنا، واحنا نحط مؤثرات صوتيه والناس يا اخوان كانوا يصدقوا وكانوا يخافوا. وفي مره واحنا فايتين على البيت المهجور بدنا نصور كالعاده، يعني لقينا اشياء بتتحرك لحالها. احنا يا اخوان كنا نضحك على الناس ونحرك الاشياء بالمونتاج، بس هاي المره تحرك شيء حقيقي. انا واخوي يا اخوان هون خف عقلنا، بس وعدنا المتابعين انه نفوت وما اهتمينا. ولما دخلنا اجيت بدي افتح الباب والباب كان مسكر، فكان في خزق عند الباب، فرحت قربت عليه وقربت عيني وصرت اطلع من الخزق، ولقيت يا اخوان كان في نار تنحرق جوا البيت، فانا مديت ايدي جوا الخزق عشان افتح الباب من جوا ونروح نطفي النار بلاش تنحرق كل البيت، ولا في واحد يمسك ايدي من جوا. انا واخوي كنا بنحاول نسحب ايدي من الخزق ومش عارفين، وبالاخير قدرت اني اسحب ايدي بصعوبه. وبعد هذا اليوم اعتزلت اليوتيوب وبطلت اسوي فيديوهات. صاحب القصه يا اخوان اسمه يحيى السعدي. انا مش عارف يا اخوان اصدق القصه ولا ما اصدقهاش، قال ما سحب ايده مش عارف، يمكن او يمكن لا ما بنعرف، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. وهسه خلينا احكي لكم القصه السادسه. بيوم من الايام رنوا علي اصحابي وحكوا لي امشي خلينا نطلع نطش، وانا يا اخوان ما صدقت حد يقول لي نطش، رحت لبست وطلعت معهم. التقيت انا وصاحبي ورحنا كملنا الطريق عند باقي الشباب. احنا كنا خمسه فتجمعنا وقعدنا وصرنا نسولف وناكل بزر ونشرب بيبسي وحركات يعني، لحد ما اجت فكره لصاحبي مش عارف هاي الفكره من وين اجت، والله لا يسامحه هيك فكره. فحكينا في بهذا الوادي كلاب، شو رايك نروح عليهم ونروح نخوفهم ونهرب ونشوف مين اسرع واحد فينا لما نهرب من الكلاب. طبعا هم عارفين انه هذول الكلاب عصبيين وبيلحقوا مش بس بيصرخوا، وانا يا اخوان ما كنت بعرف، كنت افكر انه كلاب رح تصير تعوي احنا نهرب وخلص ما يلحقونا. واول ما نزلنا هجموا كل الكلاب علينا، كل اصحابي قبل ما يقرب الكلب علينا كانوا هاربين الا انا يا اخوان، كنت احكي بعقلي انه بس يقرب عندي راح اخوفه وخلص يلف ويظل هارب. ولما وصل عندي يا اخوان حاولت اخوفه ما خاف، هون ادركت اني اكلت هوا، فبلشت اشغل سونيك اللي جواتي وظليتني هارب. اعطيت ركض يا اخوان لو تسابقت مع امبابي راح اسبقه قد ما كنت خايف، مع العلم اني انا كنت بطيء بس قد ما انا خايف صرت سريع كثير، وقدرت اني اسبق كل اصحابي اللي هم كانوا هاربين من قبل اصلا. ومش هون المشكله، المشكله انه كان في واحد من اصحابي كان كثير ناصح
فوقعت حفايته وهو قاعد بركض، وحاولنا نقنعه انه عادي روح جيبه وظلك جايه زم عادي شوف فيها. فكان خايف كثير يا اخوان وما رضي. انا رحت طلعت الوحش اللي جواتي ونزلت بدي اجيب حفايته، فقلت لواحد من اصحابي تنزل معي نجيب الحفايه ونضل طالعين. رحنا انا وياه يا اخوان وشفنا صاحب الكلاب كان ماسكهم، فاحنا كيفنا انه خلص ماسك الكلاب، وصار يحكي لنا خلص هيني ماسك الكلاب انزلوا خذوا الحفايه وظلكم طالعين. فانا وصاحبي يا اخوان كنا على نياتنا صدقنا ونزلنا ناخذ الحفايه. اول ما نزلنا يا اخوان واللي يفلت كل الكلاب علينا، وكان الكلب بينه وبينه شعره انه كان راح يعضني. ويومها يا اخوان اكلت رعب لحد هسه قلبي بدق من وراها. وكان صاحبي الناصع واحد ثاني كانوا معلقين على الوادي من تحت، وكانوا خايفين انه يطلعوا لحالهم يلحقوهم الكلاب، فرنوا علينا حكونا اذا بتيجوا علينا وبتساعدونا نطلع نعزمكم على شاورما. فاحنا يا اخوان سجلنا المكالمه عشان نحفظ حقنا، رحنا طلعنا جبنا باص ونزلنا عليهم طلعناهم بالباص وروحناهم، وضحكوا علينا وما طعمونا شاورما، وبقول لي من يومها ما رجعوا نزلوا لهناك مره ثانيه. اللي ما حكيت قصته ان شاء الله بحكيها في فيديو قصص المتابعين الجاي، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك واشتركوا بالقناه يا اخوان، خلينا نوصل 20,000. كلها 20,000 يا اخوان قبل نهايه السنه، معنا شهر، اشتركوا بالقناه وشكرا لكم على المشاهده. كان معكم سلامه، ويلا سلام يا جماعه.